نحن جينا له ما عندنا شيء نهائيا، لا حول ولا قوة. في شخصيات سيارات كلها توقفناها، كلها مثل حيط، وجبنا شوادر بليانة حطيناها كلياتها، بركنا يعني فوق القهر وفوق العذاب، صرنا ناكل إهانة من الشرب أكثر لسه من هذا. جينا لهو لا حمامات، صرف صحي بين الخيامات الموجودين، نحن 15 عائلة وكلهم بحاجة لعناية للمي، لحتى مي إذا بنروح نجيب مي عم بأي بصعوبة عم نجيب المي، عم نجيب نشربها عم نصبها فوقنا للولاد الأطفال عم نصبها فوقهم من كتر الشوب الحرارة. الله يعافيك. والله الوضع مثل ما انك شايف يا اخي، يعني الوضع شوب كثير والجو شوب كثير، يعني الدنيا نار، يعني نبرك بنحوي حي تكون في جنبه فايله نبرك. يعني جينا حتى مطرح خيمه ما حدا لا سجلونا خيمه لا اعطونا معونه، صرنا 6 شهور هون، يعني حتى هون عند الخيمه ما سجلونا، بركين انا واولادي، انا ارمله عندي 6 اولاد. يعني انت مثل ما انك شايف قد الجو شوب وحديد ونار، يعني حتى السياره انت شايف شلون بركشون هالشوب، لا مي بارده ولا شيء طاول، ما في عندنا شيء طاول، يعني هذا وضعنا نحن. يعني حتى خبز او شيء لا في توزيع خبز ولا في شيء طاول، لا في حدا بيجي يعطينا وقايه ولا شيء، وعلى الوضع شايف الوضع اللي حواليتنا، عايشنا مثل الوقايه اللي عندنا اللي هو الوضع هون لحتى هو بجيب الكورونا مزبوط، لو هالولاد طب شو بدنا نسوي؟ يعني ها وضعنا.